تعرضت ألمانيا لعاصفة أدت لتأخير عدد كبير من رحلات الطيران والقطارات خاصة في الجزء الشمالي، وتخلل العاصفة يلينا رياح شديدة بلغت سرعتها 135 كيلومترا في الساعة، تسببت في اقتلاع الأشجار وما صاحبه من انقطاع للكهرباء، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات. وأغلقت ولاية شمال الراين وستفاليا الأكثر اكتظاظاً بالسكان والمدارس كإجراء احترازي، ومن المتوقع أن يؤدي الطقس الإعصاري فوق شمال المحيط الأطلسي إلى هبوب المزيد من العواصف نحو القارة الأوروبية خلال الأيام المقبلة.